أعلنت شركة الرحلات الجوية المنخفضة التكلفة رايانير أن مجلس إدارتها صوت بالإجماع على عرض مجموعة الخطوط الجوية الدولية AEG لشراء 29.8% الحصة التي تملكها من أسهم شركة إيرلانغوس. وكانت الحكومة الإيرلندية وافقت على بيع حصة 25% في إيرلانغوس إلى AEG ما يرفع حصة مجموعة AEG التي تملك الخطوط الجوية البريطانية وشركة الخطوط الجوية الإسبانية إيبيريا إلى أكثر من 55%. وأضافت رايانير أن سيران الصفقة يتعلق بموافقة المفاوضات الأوروبية التي ستعلن عن قرارها في غضون 5 أيام لتبث في مسائل تتعلق بالمنافسة.